ولله الحمد على ما هدانا. اللهم اجعلنا من الشاكرين. الله أكبر الله أكبر. اللهم اجعلنا من الشاكرين. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد على ما هدانا. اللهم اجعلنا من الشاكرين. الله أكبر الله أكبر. لا الله أكبر. ما تقربوا لربهم بالأضاحي يرجون الثواب والتطهير. الله أكبر كبيرا. أعلى ما هداكم ولعلكم تشكرون. فاقصدوا رحمكم الله بالأضحية مرضاة ربكم، وحققوا معنى العبودية لله في قلوبكم، واشكروه على ما هداكم، وأكثروا من التكبير والتهليل في أيام التشريق. كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، حتى تعم فرحة العيد الأرجاء، وتزول الشحناء، ويحل محلها الصفاء والنقاء. إنك البنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. فاتقوا الله عباد الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليجمعوا هو خير مما يجمعون. وأصيلا الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين. متحاقبون منذ شهور أو سنوات. الجار لا يكلم جاره، والأخ لا يكلم أخاه، الولد لا يكلم أباه عياذا بالله، الزوج لا يكلم زوجته، وهلم جرى. بالله عليكم أي قيمة لعباداتنا، وأي أجر نرجوه من ورائها. وفي مثل هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. قالها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. هل من عقوبة أكبر من هذه؟ وهل من خسارة أشد من هذه؟ يا من ترجون الله والضرر المعاصي فيه لشرف الزمان وفي غيره، فإنها تمحق بركة الرزق وبركة العلم وبركة العمل وبركة الطاعة، بل وبركة الدين والدنيا. فلا تهديك وترضيه وترضى بأهل عما رب العالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المرشدين الهادين المهتدين ساداتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر فمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ادفعنا بمحبتهم، واجعلنا يا مولانا من المحشورين في زمرتهم، ولا تخالفنا اللهم عن طريقتهم وسببهم ومذهبهم ولا عما جاءوا به، يا أكرم مسؤول ويا خير مأمور. واستر اللهم أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين جلالة الملك محمد الثالث. اللهم استره ولا تنصر عليه. اللهم وفقه للخير وأعنه عليه. اللهم اجعله لأنعمك من الشاكرين ولألائك من الذاكرين.
وعلى رعيته من المشفقين. وأقر اللهم عينه بولي عهده الأمير الجليل مولاي الحسن، وأصلحه وأنبته نباتا حسنا، واشتد أثر جلالته بشقيقه مولاي رشيد، واحفظه في كافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنك سميع مجيب. اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين، اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر هذا الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم. اللهم كلهم لا تكن عليهم، اللهم كلهم لا تكن عليهم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وعيدكم مبارك سعيد. الله.